مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الثلاث 16 يناير 2024. لطالما كلمت حضراتكم عن سياسه حرق الاطراف، المؤامره اللي احكمت واللي اتصرف عليها مليارات عشان يحيط بمصر كل حد ملتهب فتصبح حدودها كلها يعني مستعرة بالنيران والخراب، ولأنها استعصت ببساطة على مخطط الربيع العبري اللي سموه العربي بين قوسين، وفلتت لأن المصريين مش زي أي حد، ولأنه الحضارة تسري تحت جلد المصريين بحسب أساتذة الحضارات الأجانب. المواطن المصري المتحضر بطبعه بفطرته بتراكم ما مر عليه، المواطن المصري ده خدوا بالكم هو المواطن المصري اللي كان عايش أيام الفراعنة مع بعض التغييرات الطفيفة اللي حصلت، فمر عليه كتير، مر عليه كتير من الاستعمارات ومن المستعمرين ومن الظلم، واضطر للتحايل عشان يعيش، واضطر للفهلوة علشان يكسب، وتشكلت شخصية تريد الحياة بدرجة قوية وبعنفوان فظيع، شخصية باحثة عن الحياة لا يمكن ان انت تيأسها، لا يمكن ان انت تهبطها، لا يمكن ان انت تخليها تنتحر مثلا. يعني بعض الناس بيقولوا السويد اعلى معدلات الانتحار لان المواطن ما عندوش حاجة محتاجها، عنده كل حاجة لانها أعلى دخل لمواطن في العالم موجود في السويد، فعنده كل حاجة، ما عندوش كفاح من أجل لقمة العيش أو من أجل شيء حاطط هدف قدامه بعيد ويترجمه إلى أهداف مرحلية قريبة يحققها. لكن مش بس كده، إحنا شفنا شخصيات كبيرة جدا في أوروبا بتنهي حياتها بإيديها لمجرد إن هي ما عندهاش طموح، ما عندهاش أمل، ما عندهاش إيمان بالله، ما عندهاش رجاء في المستقبل. أما المواطن المصري شخص قوي صلب، مؤمن بوجود ربنا، مؤمن بالحياة الأخرى، مؤمن بأن اللي جاي أفضل، مؤمن بأن مهما الدنيا خربت وسودت تحت على الأرض ربنا فوق ما بينساش، بالذات المصري. شفت فيديو صغير لأحد الأباء، يمكن بعضكم يعرفوا أبونا أنجيلوس الأنطوني، ده كان راهب عظيم وقديس كبير، وهو اللي أنشأ دير ماري بؤطر وأسس حاجات كتير، وكان يعني معروف بشفافيته، وكان بيقول جملة خطيرة جدا، بيقول إحنا شعب الله المختار، الأقباط دول ياما دفعوا دم، وعشان كده السما بتحبهم وربنا بيحبهم والعذراء بتحبهم. الحقيقة أنه لما استعصى على ما تسمى بالقوى العظمى خراب مصر، فقالوا طيب نهدها عسكريا، فتفاجئوا بيها بعد 67 قامت وجهزت نفسها ببساطة، حاجة بسيطة قوي، حاجة اسمها عقيدة الجندي المصري، يموت الأول وبعدين تاخد حضرتك ذرة تراب من بلده. مش حد بيعمل كده في العالم، اي حد في العالم بتقول له تعالى خش الجيش بيقول لك هتدفع لي كام، هتديني اكتر من اللي انا هاخده في الشغلانات اللي انا بشتغلها على حد تعليمي لغايه دلوقتي، اجيلك، مش هتجيلي، ما مش هجيلك، هموت نفسي. وده اللي شفناه في الحرب الاسرائيليه على غزه، شفنا المواطن الاسرائيلي، شفناهم بيهربوا من الجيش، وشفناهم بيخافوا وبيندبوا حظهم وبيلطموا وبيهلعوا لان هم مش مؤهلين على كده. المهم استعصت مصر مره جديده في حرب 73، وبدات هذه القوه المسماه بالعظمى، وانا مصر يعني، تفكر تفكير تاني. طب نخرب مصر ازاي؟ نخرب مصر اللي طول عمرهم مسمينها الجايزه الكبرى عن طريق انها نبوظها من جواها. طب في عندنا مين يعني مش عايز اقول لفظ فيه خروج عن اللياقه او الادب، لكن مين مستعدين يبيعوا نفسهم؟ مين مستعدين يبقوا جواسيس على اخواتهم؟ وان شاء الله في مرمى
يعني الزمن كده بعد 30-40 سنة نقدر نمسكهم البندقية ونقول لهم اقتل أخوك، اقتل أبوك، اقتل أمك، ويعملها. ما لقوش غير الإسلاميين، فكانت الـ الـ الإخوان الإرهابية وكل أذنبها، فبدأوا بقى إيه يوسعوا لها ويمكنوا لها ويضغطوا على القيادات وعلى الإدارة في مصر، ادوهم سيبوا لهم المدارس، سيبوا لهم الجامعات، سيبوا لهم السجون، سيبوا لهم يتكلموا في الندوات، سيبوا لهم الأحزاب، سيبوا لهم سيبوا لهم سيبوا لهم، لغاية لما صرفوا مليارات، لغاية لما قويت شوكة هذه الجماعات المجرمة وبدأت تقتل في المصريين بدم بارد، وتطلع حجج وتقول لمستغلة جهل بعضهم ان ربنا بيقول لكم لازم نموتهم، هنعمل ايه؟ وبدأت تطلع بقى مصطلحات الدولة الكافرة وحاجات بتاعت حسن البنا اللي موجودة في أدبياته، بعد ما بريطانيا طبعا هي اللي صنعت هذا الكيان المجرم، بعد ما كانت بريطانيا كانت هي الإمبراطورية التي لا يغرب عنها الشمس، قائدة العالم، وهي اللي صنعت إسرائيل، وهي اللي اديتها وعد بلفور، وبعد كده إسرائيل راحت محولة الدفة ناحية أمريكا لما أمريكا بدأت تصعد، وبرضو استعصت مصر على هذا الخراب مرة تانية. فكانت الفكرة الشيطانية هي ايه؟ هي انك احرق كل اللي حواليها، احرق بقى، اخرب بقى. كان عندك العراق، سوريا، مصر، دي جيوش لا تقهر، فقال لك بدون دول في الستينات، كان رابين افتكر، بدون دول لما يخربوا ما عمر ما يبقى اسرائيل تعيش في امان، فقال لك ماشي خش على العراق، اعمل ايه؟ خش العب في حدوتة الغرور والزعامة بتاعت صدام حسين، واقنعه يخش الكويت، قول له الكويت دي بتاعتك. فعمل كده، وهو بقى التاني مرتب ايه؟ صدام يدفع فلوس علشان ياخد أسلحة يحارب بيها الكويت، الكويت تدفع فلوس عشان تخرج قوات صدام، وبدأ اللعب بقى في المنطقة. وبعد كده التلكيك لبشار الأسد على انه هو عنده سلاح نووي وانه هو مجرم حرب، نفس اللعبة بتاعت صدام اللي رجعوا اعتذروا عنها وقالوا طلع انه ما عندوش حاجة بعد ما خربتوا البلد. وبعد كده بقى فضلت طبعا الاستدامة، هنا بقى عارفين التنمية المستدامة، هو ده بقى الخراب المستدام، تخربها وتخليها خربانة مش ترجعها تاني. اليمن تخربها وتخليها خربانة، سمعتم امبارح من الكتاب اللي كانوا معانا على التليفون، قال لك ضغطوا على الحكومة اليمنية عشان ما تطردش الحوثيين من الحديدة اللي هي على المضيق، كله بقى عايز يولع كله، ما انت عندك المضيق ده هو اللي بيدخل لك الناس من البحر الأحمر تحت باب المندب عشان تعدي في قناة السويس. ليبيا احرق، السودان ولع، لبنان وسوريا والعراق خرب. عايزين نعرف فلسطين طبعا الموضوع القديم علشان ده الارض اللي هم عايزينها، بيقولوا عليها بتاعتهم المساكين. عايزين نعرف الدنيا رايحة لفين بقى بناء على ده، حرق الاطراف ده هيودينا لفين. النهاردة عندنا موضوعين حوالين الفكرة دي، عندنا موضوع مع الأستاذ محمد السيد حمادة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حوالين 100 يوم على حرب غزة، المكاسب والخسائر، وعندنا موضوع مع دكتور رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية عن شبح الحرب الأهلية اللي بيخيم على السودان مع استمرار الاشتباكات. ده بس بحمسكم عشان إيه أشوقكم الفقرات الحوار. تعالوا نخش على أخبارنا النهاردة، ونبدأها باجتماع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة خطوط الملاحية الفرنسية العالمية، والرئيس اسمه رادولف سعادة، رئيس تنفيذي لشركة خطوط الملاحية الفرنسية العالمية. السيد رادولف أطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطورات مشروعات الشركة في مصر، وأشاد بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، وأكد اهتمام الشركة بتوسيع أطر التعاون لتشمل مشروعات جديدة، وأثنى السيد الرئيس من جهته على التعاون والعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة في كل الأصعدة، بالتعاون القائم أيضا مع الشركة الفرنسية. تعالوا نشوف تقرير رئاسة الجمهورية ونرجع مع حضرتكم. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية،
CMA-CGM بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد باتريس بيرجاميني النائب الأول لرئيس الشركات الفرنسية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس التنفيذي للشركة أطلع السيد الرئيس على تطورات المشروعات التي تقوم بها الشركة في مصر، مشيدا بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكدا اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل في مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. من جانبه أثنى السيد الرئيس على العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وبالتعاون القائم بين مصر والشركة الفرنسية، والدور الذي تقوم به في تطوير بعض الموانئ المصرية وتعزيز كفاءتها اللوجستية والاستيعابية، بما يدعم توجه الدولة لتحويل تلك الموانئ إلى مراكز للتجارة والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي. رغم أن عيد الميلاد المجيد عدى عليه أكتر من أسبوع، ورغم أنه المناسبة فاتت، ورغم أنه محدش يعني هيركز قوي ومحدش هيتضايق، لأنه السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي كان في رحلة مهمة جدا 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 لمصر في أمريكا، وكان معاه وربما هو كان هناك قبل هو ودكتورة رانيا المشاط، قبل دكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أنه حرص بعد ما رجع أنه يلتقي قداسة بابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اللي استقبله النهاردة في المقر الباباوي بالقاهرة للتهنئة ولتقديم يعني أمنيات طيبة للمسيحيين والأقباط بعيد الميلاد المجيد. نشكر سعادة المحافظ، وإحنا منتظرين منك الكثير. ما زلنا مع قداسة البابا طبدروس الثاني اللي استقبل النهاردة في المقر الباباوي بالقاهرة، أمس دكتور مهندس إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اللي قدم التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد، وقداسة البابا شكره على زيارته وعلى تهنئته وتمنى له التوفيق. انتوا عارفين طبعا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دي أكاديمية مهمة جدا و فريدة في تخصصها، وفيها طلبة كتير مصريين وغير مصريين، يعني في طلبة عرب كتير في الأكاديمية ديت لأنها بتطلع تخصصات مهمة ونادرة الحقيقة في النقل البحري، من مهندسين ومن مهندسين صيانة بيبقوا موجودين على ظهر المراكب، ومهندسين موجودين في الشركات هنا، ويعني الحقيقة يعني معهد ديني مهم لتقديم خبرة نادرة زي ما قلت لحضرتكم. أيضا استقبل قداسة البابا المعظم الأنبا طبدروس الثاني بالمقر الباباوي بالقاهرة يوم الاثنين دكتور مهندس استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، لسه بقول لحضرتكم كانوا في أمريكا ومعهم كان دكتور رانيا المشاط وزير التعاون الدولي اللي قدم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد. قداسة البابا رحب بسيادة الوزير وأعرب عن تقديره لزيارته وتهنئته. وزير المالية رافقه خلال الزيارة دكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، دكتور منى ناصر مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك. نروح لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي عقد اجتماع لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي شمال ووسط سيناء بحضور وزير الكهرباء والزراعة والري وبعض المسؤولين. دكتور مصطفى أكد أن الاجتماع في إطار تكليفات الرئيس بتحقيق تنمية شاملة بشمال سيناء ووسط سيناء، وأشار إلى وجود مخطط تنموي تم التوافق عليه، وأنه مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على بدء إنشاء عدد من التجمعات التنموية اللي بتخدم أهالي سيناء، والنشاط الآخر اللي هيبدأ
هو النشاط الاقتصادي باعتبار أن النشاط الأول هو النشاط الزراعي. دكتور مهندس حسن شعبان نائب نقيب الفلاحين السابق، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. يعني خليني أعرف من سعادتك يعني التطورات الحقيقية الحاصلة في أمنية كبيرة تخص الزراعة في شمال ووسط سيناء، وهي الأمل الوحيد وطوق النجاة لإعادة إعمار هذه المناطق وعدم ترك أي ثغرة ينفذ منها الإرهاب مرة تانية. الحقيقة أنه طبعا أخيرا الدولة بعد القضاء على الإرهاب ابتدت ووضع برنامج تنموي شامل لمصر كلها، لكن الحقيقة ابتدت تولي سيناء الاهتمام الذي تستحقه. سيناء هي قلب الشرق الأوسط ما بين الشرق والغرب، هذه المنطقة هي أهم منطقة في الشرق الأوسط بالكامل. صحيح. ويجب الجهر بهذا ولمعرفة أهميتها، موقعها الجغرافي يؤهلها أنها تكون متعددة الأغراض. طبعا التنمية الزراعية أساسية لأنها طبعا لم تأخذ الوقت والتركيز الكافي من الدولة في الماضي، إلا أنه حان الوقت لكي تولي الدولة سيناء الأهمية. الحقيقة الزراعات المقترحة في سيناء هي طبعا زراعات متخصصة، نرجو أن الدولة تبتدي تبقى مبتكرة وأنها تعمل أفكار خارج الصندوق. نتمنى أن احنا نرى أكبر مزرعة للإبل في الشرق الأوسط في سيناء، مراعي من صنع الإنسان. هناك احتمالات كبيرة جدا جدا لاستخدام مركز بحوث الصحراء الذي له أبحاث كثيرة على الزراعة مباشرة على المياه المالحة واستخدام طبعا نبات. عشان طبيعة المنطقة الجبلية. أيوة المنطقة طبعا منطقة رملية وجبلية، ولكن المناطق الصحراوية المتاخمة للبحر الأحمر وللبحر المتوسط يمكن زراعتها بنبات يروى مباشرة على مياه البحر المالح اسمه السيليكورنيا. هذا النبات نبات رعوي ودول يعني يستخدم لأكل الإبل. نعم يا فندم. حلو قوي. كمراعي ومنتج لحبوب، يمكن استخدام هذه الحبوب في استخراج زيوت صالحة للاستخدام الآدمي. يجب ان احنا نبتدي نبقى مبتكرين. دولة الامارات سباقة في هذا المجال، السعودية سباقة في هذا المجال، مساحات شاسعة مزروعة دلوقتي في الدول دي. حضرتك تاخد بالك من التغيرات المناخية اللي حصلت في السعودية، كمية الأمطار التي تهطل على السعودية هي نتيجة تغيير سطح وجه الأرض. أي. وإحلال اللون الأخضر عليه. لو ما بتحول الأرض الصحراوية إلى منطقة مزروعة ومكسوة بسجادة خضراء من النباتات بتجتذب السحب. حاليا الصحراء معلومة جديدة يا دكتور، دي حاجة جميلة، يعني تخضر انت الاول وبعدين المطرة هتنزل لك بناء على ده. ايوة حضرتك، انت لما بتغير وجه الصحراء من مراية ضخمة عاكسة للحرارة. أيوة. وطاردة للسحب. اول ما بتغير هذه المراية بتحولها الى زي ما قلت حضرتك بيزول بقى سبب الطرد ده. طب اسمحلي يا فندم اسألك عن التجمعات التنموية اللي هي بدأوا يتكلموا في إنشائها من أجل النشاط الثاني اللي هو النشاط الاقتصادي. تجمعات. أيوة. التنموية دي هل هي يعني مثلا حرف مثلا مشهورة بها؟ أيوة. المنطقة ملابس أكسسوارات. أنا عايز أوضح لحضرتك أنه اعتبارا من بحيرة البردويل، بحيرة البردويل يجب تنمية، أولا لازم تعتبر محطة لإنتاج الأسماك. يعني كلها مزرعة سمكية مفتوحة. أي. ومسيطر عليها، لأنه هي تحتوي على أنواع من الأسماك المطلوبة في أوروبا زي المياس والدنيس، ويجب استئناف رحلات التصدير اليومية لهذه الأسماك إلى الأسواق الأوروبية بالطائرات.
يعني نتوقع فن من التجمعات التنموية دي تكون زي مصانع صغيرة تخدم على قيم مضافة لهذه الأسماك مثلا؟ بالتأكيد مصانع تلج، مصانع أتمنى أني أشوف مصنع ضخم لتصنيع التونة. المنطقة من دمياط لغاية العريش غنية بأسماك التونة يعني فصائل ممتازة من التونة. احنا تأخرنا كثيرا في إنتاج التونة المحلية. أتمنى أنه هذه الصناعات الغير تقليدية، أعظم صناعة ممكن تتم في سيناء هي استخراج الملح، تنمية صناعة الملح. وأتمنى أني أشوف ميناء أو رصيف خاص من البحيرات المرة أو شرق الأنطرة شرق، الرصيف ده يجب أن يطلق عليه رصيف الملح. يجب أنه صناعة الملح ومشتقاته من مشتقات تستخدم في الصناعات الدوائية زي البرومين، وهو مادة مهدئة وتستخرج مباشرة من الملح المستخرج من مياه البحر. يعني أفكار حضرتك، إحنا أنا طبعا كان سبق لي واستضفت حضرتك قبل كده بس من سنين طويلة، يعني ربما كانت بصفات حزبية أو كده، لكن عايز أتشرف بقى أن حضرتك نورنا في الاستوديو ونتكلم عن هذه الإمكانيات الطائلة اللي موجودة في وسط وشمال سيناء، لأن ده بينور للحكومة كمان الإمكانيات اللي حضرتك بتطرحها دي. أنا تحت أمرك حضرتك، حدد المكان ولا والتوقيت. لا المكان متحدد، زمايلي هسيب حضرتك مع زمايلي في الكنترول الإعداد يتفقوا مع حضرتك على الميعاد المناسب ليك. تنورنا يا باشمهندس. تحت أمر حضرتك. شكرا جزيلا مهندس حسن شعبان، نائب نقيب الفلاحين السابق، والحقيقة كادر حزبي كبير وكان ليه دور سياسي مهم في فترة من الفترات، فهو رجل موسوعي زي ما كده سمعتوا الأفكار الجيدة اللي قالها كده. تعالوا نخرج لفاصل ونرجع نكمل أخبار. أهلا بحضراتكم معايا مرة تانية، نكمل أخبارنا ونروح لرئيس مجلس النواب مستشار حنفي جبالي اللي شهدت الجلسة العامة للمجلس النهاردة، مواجهة برلمانية قوية من النواب لوزير التموين علي مصلحي بقرابة 98 أداة رقابية، 91 طلب إحاطة، أسئلة عن طرق رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، نقص بعض السلع. أكد مصلحي خلال الجلسة أن كل المشكلات التموينية تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل إعمالا لمبدأ المسؤولية التضامنية للحكومة، ووجه رئيس مجلس النواب حديثه لوزير التموين وقال له الوزير يكرر المشكلات ولم يعرض حلولا ويقول ماذا أفعل، دائما إجاباته ماذا أفعل حيال المخابز، ماذا أفعل حيال كذا وكذا وكذا. لا يا سيادة الوزير، المفروض الحكومة تضع حلول لما أثير من مشكلة. معالي النائب محمد عبد الحكيم عضو مجلس نواب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. والحقيقة معالي النائب يعني أنا بشكركم جدا على اهتمامكم بمسألة الرقابة دي، أنا شخصيا واحد من الغلابة اللي بيصرخوا في المكان ده بقالنا سنين إن مفيش أي نوع من أنواع الرقابة ومتروكين المواطنين يتلظوا كده، كل تاجر يحط السعر اللي هو عايزه حتى لو حاطين مشنتين جنب بعض يعني. فياريت حضرتك صحيح. تطلعنا على أهم ما حدث النهاردة مع دكتور علي. أنا تحية التقدير لشخصكم الكريم طبعا وبرنامجكم الموقر. النهاردة طبعا سعادتك عارف ان احنا كانوا بنمثل الشعب ونعبر عن معاناة الشعب، واحنا لمسين على الطبيعة مدى معاناة الشعب خاصة في التموين، ويمثل القوت الأساسي للمواطنين على جميع المستويات. طبعا كلنا ملاحظين مدى التسيب اللي في السلع ومدى تحكم تجار السوق السوداء في السلع الغذائية وفي السلع الأساسية اللي هي كانت تعتبر القوت الضروري للرجل العادي. أيوة الرجل الشارع البسيط. رجل البسيط. صحيح. دلوقتي هذه السلع اللي كانت تعتبر في متناول الرجل الفقير أصبحت النهاردة لا يستطيع
الحصول عليها. يعني عارف معاليك لو تقعد تفكر كده ياكل ايه الغلبان ده ويحتاج ميزانية بكاملة وعنده عيلين تلاتة علشان ياكله بس الضروري الاساسي في الشهر. للأسف الشديد سعادتك الرقابة تكاد تكون معدومة. صحيح. وبذلك وده اللي واجهنا فيه الوزير النهاردة. اي. النهاردة في كل المواجهات اللي عبرنا بيها عن معاناة الشعب النهاردة فيش رقابة، لدرجة ان حضرتك كل تاجر بيبيع مزاجه النهاردة، ممكن تلاقي الشارع ده بيبيع بكذا، الشارع الثاني اللي بيبيع بسعر غيره، وتحكم مفيش حد بيقول له انت بتعمل كده ليه يعني. وده عدم الرقابة ادى فرصة لتجار السوق السوداء ان هم بيبيعوا السلع دي ويتحكموا فيها في العرض والطلب زي ما هم عايزين. طب معالي النائب يعني احنا هل في اي يعني حتى ما قالش زي بقية الوزراء مثلا قبل كده لما كان بيقول انا هقعد مع جهاز حماية المستهلك، هقعد مع الاجهزة الرقابية اللي بتتبع الوزارة، هنظبط مفيش اي حاجة، بس قال اعمل ايه وخلاص. هو للأسف حضرتك هو طبعا المفروض ان يعني اذا العدم ايجاد حل وعجز عن الحل المفروض ان لا وجود للوزير، ما هو ده وجود الوزارة شكله قرب لانه كان مطلب يعني طيب معالي النائب معلش هسأل حضرتك في موضوع تاني. احنا تابعنا امبارح مع دكتور إيهاب الطماوي موضوع قانون الإجراءات الجنائية والتعديلات الخاصة بحق النيابة في الاستئناف، وشرحلنا بالتفصيل وبكلمات بسيطة وقال بكرة من المتوقع ناخد موافقة. انتوا خدتوا النهاردة موافقة نهائية على التعديلات؟ ايوه فندم، كان موافقة نهائية وكان فيه تعديل مهم جدا النهاردة. هو طبعا في عجالة كده سعادتك، التعديل ده كان استحقاق دستوري من سنة 2014. ايوه طبعا، وكان منح مدة للدولة على اساس ان هي تحضر الامكانيات المادية والبشرية علشان يصدر هذا القانون. المهم كان تدارك هذا الامر اخيرا وعرض علينا في اللجنة الدستورية والتشريعية، وعملنا تقرير فيه وناقشنا المواد دي وتم عرضها على الجلسة العامة في المجلس بحضور وزير العدل. طبعا حضرتك في الاول طعن محكمة الجنايات كان فيش غير طريق واحد والطعن بالنقط، أي. فكان مفيش غير المتهم قدامه طريق واحد للطعن، خلاص بقى مفيش مرحلة الاستئناف دي. محكمة النقط محكمة قانون، أي. اذا كان هناك عوار في القانون فبتعيد يعني معاليك تقصد مش محكمة موضوع، ما بتنظرش في القضية نفسها. هي كانت لو عيد بيها النقض تاني مرة كان ممكن تتصدر الموضوع، تمام، انما اول مرة هي محكمة قانون بتنظر للقانون، اذا كان في خلل او في عوار بترجع لدائرة اخرى. النهاردة التعديل ده منح فرصة للتقاضي وفرصة للمتهم تحقيق العدالة وحقوق الإنسان، على أساس أن المتهم النهاردة في حكم الغيابي من حقه يعمل معارضة، في الحكم الحضور يعمل استئناف، والاستئناف ينظر أمام. طب إيه النقطة يا فندم اللي أثيرت النهاردة غير النقطة بتاعت امبارح الخاصة في حالة البراءة بس؟ هو يعني بعد كده التعديل ده إدى فرصة للمتهم أنه يطعن، وفي الاخر برضه في طعنه بالنقض. يعني حق ليه يعني زاد الدرجه من درجات التقاضي يعني ياخد حقه، يعني اتيحت لي الفرصه النهارده. مثلا المحكمه كان يحكم بالاعدام، طبعا يعني حكم يعني قاسي جدا طبعا، فدلوقتي التعديل ده ادى المتهم فرصه انه يباشر حقه في الطعن. التعديل اللي كان النهارده حضرتك طبعا احنا عارفين لما محكمة الجنايات كانت بتحكم بالإعدام قبل ما تصدر الحكم تحيل أوراق المتهم إلى المفتي لإبداء الرأي وتحدد جلسة للنطق بالحكم. كان اقتراح الحكومة إن لو الـ في حالة استئناف الحكم وتأييد حكم الإعدام إن لا يعرض الحكم على المفتي تاني درجة. احنا اعترضنا على هذا وقلنا لا، لازم يعرض تاني مرة برضو ايضا، يعني حتى لو تأيد حكم الاعدام لازم يعرض على المفتي حتى يتحقق من شرعية الحكم. طب وايه كانت وجهة نظر الحكومة في طب ما هو ممكن حيرفع للنقض وبعد كده النقض بيعرض تالت برضو على فضيلة المفتي؟
هو كانت الحكومة رأيها إن طالما عرض على المخ مرة واحدة يعني ملابسات مرة واحدة إنما احنا لا اعترضنا على هذا وكانت فعلا المجلس خد مع قرار كده كل ده في مصلحة المتهم طبعا لصالح المتهم طبعا طبعا وإن كان بيبقى الرأي غير ملزم لكنه مهم. بشكرك جدا معالي النائب محمد عبد الحكيم عضو مجلس نواب، شكرا جزيلا وسعيد الحقيقة بهذا التعاون مع البرنامج ان احنا بنفهم كل حاجة ببساطة كده لان مجلس نواب بيبذل مجهود كبير جدا واحنا محتاجين نعرف بيعمل ايه وبنقيم اهو وبنقول مع بعض اللي في مصلحة الناس واللي مش في مصلحة الناس او اللي هم ساكتين عنه. وكان من ضمنها موضوع الرقابة على الاسعار وانا اتكلمت في القصة دي قدام حضراتكم عشرات المرات وانا بشكر فعلا انها بتهالي اول مرة بقى تتقال انه اذا لم يستطع وزير التموين والتجارة الداخلية ان هو يضبط الاسعار بالادوات الرقابية الممنوحة والصلاحيات اللي موجودة والاجهزة الرقابية الخاصة اللي بتتبع الوزارة واللي من ضمنها جهاز حماية المستهلك وغيره يبقى قال جملة يعني ايه قال فليتغير الوزير. طيب عندي خبر عن وزير الدفاع، التقى النهاردة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة، الفريق اول محمد زكي قائد العام قوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، يلتقي عدد من قادة وضباط قوات مسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل للقوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات ما يمكن القوات المسلحة من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن صون مقدساته. وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كل التخصصات. تعالوا نشوف تقرير وزارة الدفاع ونرجع نقول آخر خبر لكنه خبر مهم جدا استنونا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة ومناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. تضمن اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة، تناول عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وكذلك أساليب العمل داخل القوات المسلحة وإجراءات تطويرها وتحديثها. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من القادة والضباط تقديرا لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجه، مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة. وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. طيب تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا. انتوا عارفين انه جنوب افريقيا احنا تابعنا ده وعملنا فقرات عليه رفعت قضية في محكمة العدل الدولية بلاهاي الهولندية ضد اسرائيل لانها ترتكب جرائم الابادة الجماعية منتهكة بذلك اتفاقية الابادة منع الابادة الجماعية ودي اتفاقية دولية. اللي حصل بقى واللي يضحك انه هم قالوا احنا هنروح وحنثبت ان جنوب افريقيا يعني كدابه وانه احنا اللي يعني
بيحصل في حقنا احنا إبادة جماعية وان حماس هي المجرمة وانه فراحوا قالوا ان جنوب افريقيا هم الذراع القانوني لحماس. دي حاجة تضحك الحقيقة جدا. وقالوا ان مصر هي اللي منعت المساعدات عن قطاع غزة. الحقيقة النهاردة كان في موقع بوابة الأهرام مقال مهم جدا للأستاذ دكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، بعنوان أكاذيب إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقال فيها مقال طويل بس أنا هركز على حاجات معينة. قام الجيش الإسرائيلي المحتل باقتحام قطاع غزة والقضاء على الأخضر واليابس في القطاع، إزاء جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة إسرائيل المحتلة ضد الشعب الفلسطيني. قامت دولة جنوب أفريقيا باللجوء لمحكمة العدل الدولية، رفعت دعوة تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقع عليها من عدد من الأطراف منها إسرائيل وجنوب أفريقيا. أكمل لكم الحتت برضو، حتت يعني ما ينفعش نتكلم من غير ما نتكلم فيها. المقال كان امبارح في الموقع. ولا شك أن الدولة الصهيونية قابلت هذا التحرك الجنوب أفريقي بالاستنكار والتنديد، متهمة دولة جنوب أفريقي بأنها تمثل الذراع القانوني لحركة حماس الإرهابية على حد تعبيرها. في المقابل أثنى عدد من المراقبين والمنظمات الحقوقية على موقف دولة جنوب أفريقيا ودعواها أمام محكمة العدل الدولية في ظل سياسة الكيل بمكيالين اللي بتنتهجها الإدارة الأمريكية، اللي رحبت بأي توجه لمحكمة العدل الدولية ضد روسيا بشأن حربها ضد أوكرانيا. في نفس الوقت نجدها أدانت المؤيدين لرفع دعوة أمام نفس المحكمة ضد إسرائيل بسبب جرائمها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. القيادة المصرية السياسية أكدت مرارا وتكرارا تعنت إسرائيل المستمر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن هذا ليس أمرا مقبولا، وأن تعريض الشعب الفلسطيني للتجويع ومنع وصول المساعدات والأغذية وتدمير المستشفيات يشكل جرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل على الفور لوقف كل هذه الأفعال العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. في الحقيقة كلام للأستاذ الدكتور شحاتة غريب، لا أبالغ إذا قلت بأن إسرائيل لا تقصد الرأي العام العالمي بهذه الأكاذيب، بل تقصدنا نحن كعرب بهدف إحداث الوقيعة بيننا ونشر الفتن بين شعوبنا العربية وتشتيت وحدتنا وتفكيك جبهتنا المتماسكة. فلم تجد ردا على الموقف المصري البطولي بشأن غزة إلا الأكاذيب. أنا بيشرفني جدا يكون معايا على التليفون أستاذ دكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. وحضرتك بألف خير، وتحياتنا لهذا المقال القوي الواضح الجريء اللي حضرتك سطرته يعني. والله في الحقيقه حضرتك يمكن قلت جمله مهمه جدا ومفيده في التقديم لهذا المقال، لما قلت يعني امر مضحك للغايه ان نجد ان اسرائيل تقول مثلا ان حركة حماس هي الذراع، او ان جنوب افريقيا هي الذراع القانونية لحركة حماس. ولكن اللي لفت نظري وخلاني كتبت هذا المقال، يمكن حضرتك تعرضت لعدة فقرات فيه، ان الامر المحزن ان اسرائيل بكل تضليلها وافترائها واكاذيبها وهي تعلم جيدا ان هي المسؤولة الاولى عن منع كل المساعدات، والعالم والرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، يمكن حضرتك متابع لكل المظاهرات الشعبية الموجودة في العالم اللي هي بتسير في نفس التوجه المصري بما فيها إسرائيل نفسها، حتى في إسرائيل نفسها، وإن التوجه المصري منذ بداية الأمر بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي والرد العنيف والقاسي والغير آدمي ومبدأ الانتقام والعقاب الجماعي والتبعته لسياسة الجيش الإسرائيلي المحتل وارتكاب العديد من جرائم الحرب، ولم يقتصر الأمر على العمليات العسكرية ولكن حتى المساعدات الإنسانية عرقلتها ووضعت الكثير والكثير من العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية من قبل معبر رفح. وبعد أن رفعت دولة جنوب إفريقيا
وفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع الإبادة الجماعية، الدعوة أمام محكمة العدل بتتهم فيها إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية، كان أمرا مضحكا أن الدفاع الصهيوني يقول أن إسرائيل لم تمنع دخول المساعدات وأن الذي منع دخول المساعدات هي الدولة المصرية. طب اسمح لي يا دكتور، يعني أصلاً يعني عندنا حاجات كتير تضحك في القصة دي. ما هو أمريكا برضو لما قالت أنه رفع جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية يشتت الأنظار عن الجهود التي نقوم بها لحل المشكلة. يعني برضو الكوميديا مستمرة. زي ما قلت حضرتك كلها فعلا أمور مضحكة، لأن لابد أن يعلم الجميع أن إسرائيل هي أحد الولايات المتحدة الأمريكية، وأيا كان الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية، كان الجمهوري كان الديمقراطي، السياسة فيما يتعلق بالدولة الإسرائيلية واحدة، ولكن هو اختلاف أنماط وأساليب التعامل أدوار مع الملف، لكن السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية واحدة تجاه هذا الملف. أنا بتوقع يا دكتور أن مقال سعادتك هيبقى ضمن الأدلة اللي بتدين إسرائيل، لأنه نابع عن شخصية قانونية لها اسمها ومدعم بالوثائق والبنود في الاتفاقية، يعني علميا هو مقال مستوفي. لكن السؤال اللي عايز أسأله لسعادتك، هل تستطيع جنوب إفريقيا، إحنا بنتفرج على فيديوهات يوميا بتأكد كلام سعادتك وأن القضية مش قضية الجيش الإسرائيلي بس، ده قضية أفراد بيستهينوا بأرواح البشر اللي بيزقوهم وهم معصوبي الأعين لغاية لما يقعوا، يسببوا لهم أكبر قدر من الهلع وبعدين يضربوهم بالنار، واللي بيقعدوهم عريانين في الشارع ويقول لك لسه هنحقق معاهم نشوفهم تبع حماس ولا لا. يعني ال- 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 الجرم بصراحة زاد عن حده قوي في الحرب دي. لكن هل في رأي سعادتك هتقدر جنوب أفريقيا إنها تدعم قضيتها بهذه الفيديوهات وبما يثبت فعلا جرائم الإبادة الجماعية؟ هي بالفعل دولة جنوب أفريقيا دعمت، يعني يمكن مذكرة الدفاع لدولة جنوب أفريقيا والدعوة اللي رفعتها تتضمن ما يقرب يمكن من 88 صفحة تتعلق بهذا الملف وبهذه القضية، ومؤكد طبعا أن دولة جنوب أفريقيا معها كثير جدا من الأدلة ومن الفيديوهات ومن الأسانيد، ولابد أن كثير جدا من العالم والمجتمع الإنساني الذي يؤمن بالإنسانية ويؤمن بسمو الإنسانية على أي اعتبارات أخرى يجب عليه أن هو يساعد دولة جنوب أفريقيا في هذا الإنشاء. صحيح. ولكن الشيء اللي هو يعني مهم جدا ولازم ان انا انوه فيه، هو احنا كشعب مصري وكشعب عربي واي مواطن عربي لازم يسمعنا. يمكن حضرتك في نهاية المقال اشرت النقطة لما انا قلت اني تفتيت الجبهة الوحيدة العربية هو المقصود. بالضبط كده. ليه؟ لان للأسف انا لقيت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تيجي تقول ايه ده الحقيقة بقت قدامنا وتعرفت، ده طلعت ان مصر هي اللي ايه اللي مسؤولة، طلعت ان مصر هي اللي منعت دخول المساعدات الانسانية. انا بقول للحركات الارهابية والجماعة الارهابية المعروفة اللي هي بتروج لهذه الاشاعات، انا هسألهم سؤال واحد فقط لا غير، هل امنتم الان باسرائيل؟ يعني حاجة غريبة، يعني انتوا دلوقتي بتستشهدوا بكلام هيئة الدفاع الإسرائيلية وبتستشهدوا بكلام نتنياهو وبتستشهدوا بالصهاينة اللي قعدوا يكذبوا طول الفترة الأولانية أسبوعين وشوية لغاية لما الرأي العام بالذات في أوروبا شاف الفيديوهات وعرف الحقيقة وعرف إن هم كذابين، إعلامهم وإعلام أمريكا، على إن هم الغلابة اللي بيفرفروا قدام الكاميرا يعني. ودي نقطة مهمة حضرتك يا أستاذ إيهاب، لازم برضو الناس تخلي بالها إن إحنا بنتعامل مع قضية إنسانية ومع إنسانية. يعني أنا مش عايز يبقى حكمنا مطلق على الدول، في دول الشعوب فيها شعوب بتسعى إلى الدفاع عن الإنسانية طبعا، وفي دول زي فرنسا غيرت نبرتها. طب دكتور شحاتة، ممكن حضرتك تشرفني في الاستوديو ونتكلم بتفاصيل بقى عن هذه القضية وما يمكن
أن يصدر عن قضية محكمة العدل الدولية؟ نسعى طبعا حضرتك، يشرفني طبعا استاذ هذا الشرف لينا يا فندم، بكون موجود مع حضرتك. الشرف لينا، شكرا جزيلا لوجود سعادتك معانا استاذ دكتور شحاته غريب، استاذ القانون نائب رئيس جامعه اسيوط السابق. والحقيقه انه هيئه الادعاء من جنوب افريقيا استقبلت استقبال حافل، وفعلا زي ما بيقول دكتور شحاته يبدو انه النبره الانسانيه، وعلى فكره ده ليه تاثير كبير جدا في الحل النهائي اللي مصر بتسعى إليه. لابد أن تكون، كانت الأنظمة تخشى شعوبها في السابق لألا تأكلها بأسنانها أن أنت بتضعفي موقف إسرائيل، لكن دلوقتي لما الشعوب تاخد قضية وتهتم بيها وتكون شبه رأي موحد حولها، أعتقد ده ممكن يكون ضاغط كبير على الجلوس على مائدة مفاوضات مباشرة ما بين فلسطين وإسرائيل. بشكركم جدا، وفاصل قصير ويبقى معانا أول ضيوفنا النهاردة، خليكم معانا.